ما تفكرش غير في الإيجابية، خليك واثق من نفسك ومن ربك، مجهودك عمره ما هيروح على الفاضي. نام كويس قبل الامتحان عشان تصحى بدري تبقى مركز وفايق. ممكن تبقى تجيب لك اي حاجه تشربها وانت رايح في الطريق الصبح، بس يا ريت ما يكونش فيها ولا كافيين ولا نيكوتين عشان دول بيزودوا التوتر. وطبعا لازم تفطر. هدي وروق نفسك خالص. اي كلام سلبي من اي شخص تجنبه. اوعى تتشتت باي حاجه، انت رايح تمتحن، خلاص امتحانك وبعدين براحتك. نفترض ان كله كان ماشي تمام لحد ما ورقة الامتحان وقعت في ايدك. من هنا توترت، عادي، خد نفس عميق شهيق وزفير، اتحكم في اعصابك بالتنفس، اشرب مية لو حابب وابتدي. وقف الامتحان سؤال لخبطك، سيبه، خليه في الاخر، بس لحد ما ترجع له اوعى توتر نفسك ابدا. لو توترت من هنا التفكير هيقف من هنا والمعلومات كلها هتطير. اوعى تحسس نفسك انك فقدت السيطرة. لو نسيت حاجة اهدى.